اذكر سببا يجعل الفتاة ترفض عريسا مليونيرا. يلا. هي سالفة إرادية، يعني الفتاة من تختار شخص لازم إنه هي تكون. يلا. شنو؟ شنو؟ يلا تشرحي وأنا. خلي يلا. اذكري سببا يجعل الفتاة ترفض عريسا مليونيرا. السبب انه هو الفتاة من تختار شخص لازم انه هي تكون. هي مو تختار، ترفضه. ليش ترفضه؟ يعني ترفضه لانه هي ما تحبه، او سبب ثاني انه. ماكو سبب ثاني، اعطيني واحد بس. انه هي لا تحبه. لا تحبه. سبب انه الفتاة ترفض العريس المليونير لانها لا تحبه خطا. خلينا نشوف عمار شو تقول. تحصيل الدراسي. المليونير ما عنده تحصيل دراسي. العفو بس السؤال. عفو جدا اسف. اذكر سببا يجعل الفتاة ترفض عريسا مليونيرا. ليش او جاوبت قالت لا تحبه، يعني بدون، يعني ما عندها رغبه بيه، بس هو مليونير فهنا الاسباب. تحب شخص، يعني مرتبطه بشخص، لانها مرتبطه بشخص اخر. ايضا خطا. ست اسماء، اذكري لي سبب يجعل الفتاه ترفض عريسا مليونيرا. بخيل. لانه بخيل. بخيل. ممكن. خلينا نشوف. لانه بخيل. صح. مليونير وبخيل. شو اسوي بيه؟ تفضل استاذ عمار. ويلا عيني. خلينا نشوف الاجابات الاخرى. اذكري سببا يجعل الفتاة ترفض عريسا مليونيرا. كبير بالعمر. بسبب العمر، فارق العمر. نعم، فرق كبير في السن. وعسل. زير نساء. نعم. عافية. أخلاق سيئة. نعم. ممكن يصير يعني اختلاف بالديانة. اختلاف الديانات. خلينا نشوف. اختلاف الديانات. خطأ. نور. الاختلاف بينهم. الاختلاف بشنو؟ يعني اختلاف حياتهم، يعني الشخصية أو العامة، يعني قدام العالم أو هيك. شوف. خطأين. حضروا نفسكم أن تجاوبون على هذا السؤال. شهد. متعدد الزوجات. لأنه متعدد الزوجات. تعدد. نعم. متزوج. عسل. اختلاف اهتمامات الزوجين. اختلاف اهتمامات الزوجين. ما متزوجين هما بعدهم. ها أوكي. ممكن انشغاله عنها، يعني إنه هذا زوجته ينشغل عنها. هي. انشغال الزوج عنها. خطأ ثالث. راح اشق هدومي.